أرض تحكي عن حضارات قديمة سطرها التاريخ على مدى الأزمان، وتحمل عبق الماضي العريق من خلال مفرداتها وكنوزها العظيمة. كنوز من بلادي. مالك بن فهم الأزدي ملك عظيم وحقق بطولات كبيرة، فكان يستحق أن يسطر اسمه في التاريخ وتسمى باسمه المدارس والجامعات. كما ذكر في النقش أن لوغا المجان أي ملك مجان بعث ذهباً إلى الملك شولكي. هو ثالث أئمة اليعاربة، سار سيرة الحق والعدل وشهر عنه حبه للعلم، فبنى حصن جبرين واتخذه مدرسة تخرج منها الكثير من العلماء. ولماذا سميت بأرض اللبان؟ لأنها اشتهرت قديماً بتصدير اللبان لحضارات العالم القديم. إن هذا الحدث يدل على أن حاكم مجان كان له من الأهمية ما يكفي ليتم السماح لمبعوثه للمشاركة في الاحتفالات الدينية لمدينة أور. كنوز من بلادي. الراعي الطيب. كانت أول زيارة لي إلى الجبل الأخضر، حيث يعيش جدي هناك وحيث تنمو أشجار من كل الألوان. أما أشجار الورد فإنها تكسو المدرجات الصخرية وتجعلها غاية في الجمال. قالت رباب وهي تتأمل الطبيعة من على قمة الجبل الأخضر، وفجأة سمعت صوتاً قادماً من بعيد. هاي أنت، ماذا تفعلين هناك؟ أنا اسمي رباب، جئت لزيارة جدي. وأنت ما اسمك؟ وماذا تفعل في هذا المكان؟ اسمي بادي وأعمل راعياً للغنم. ثم أضاف: هذا المكان خطر لمن يزوره أول مرة. تحدث قليلاً عن المكان وأخبر بادي الراعي الصغير الطيب رباب كيف تتم زراعة المدرجات، وحدثها عن أنواع الأشجار التي تنمو على قمة الجبل وأسفل الوادي. كما حدثها بادي عن حبه الكبير للحيوانات، وهو الذي جعله يحب مهنة رعي الأغنام. بعد ذلك أوصل بادي رباب إلى المنزل ووعدها بجولة أخرى يعرفها بها على المراعي أكثر وأكثر. وفي مساء ذلك اليوم أخبرت رباب جدها عن الفتى الراعي بادي الذي حفظت كل ما قاله لها عن المكان. وحين توقفت عن الحديث أخذ الجد نفسا عميقا ثم قال: بادي فتى قوي وشجاع، إنه يذكرني بنفسي حين كنت فتى. إن اسمه غريب يا جدي، قالت رباب باستغراب. بمناسبة الحديث عن بادي حان وقت الحكاية التي وعدتك بها. يحكى أنه في الألف الأول قبل الميلاد عثر في نصوص الملك أشور بلنبال على ذكر لملك يدعى بادي ملك أرض كادي، يقيم في مدينة إسكي. كادي؟ إسكي؟ أين تقع هذه البلاد يا جدي؟ إن كادي اسم من المسميات القديمة لعمان، وقد تكون إسكي هي نفسها إزكي، إحدى أقدم المدن العمانية يا رباب. والمفاجأة التي سأخبرك بها الآن أن الاسم بادي هو لقبيلة عمانية وعربية معروفة، واسم بادي ما زال يطلق على بعض أبناء القبيلة. هكذا إذن، بادي اسم من أسماء أبناء قبيلة عمانية. أكمل يا جدي إذا سمحت. لقد استمرت المصادر التاريخية لبلاد الرافدين توثق العلاقات التجارية لحضارة مجان يا رباب، حتى اختفى اسم مجان مع غياب حضارة بلاد الرافدين. اختفت؟ نعم، ولكن ظهر بدلا منه اسم ماكا مع الحضارة الأخمينية.
استمتعت رباب بحكاية مدهشة، ثم نامت وهي تحلم بحكايات جديدة من حكايات جدها الجميلة. كنوز من بلادي. فكرة وإدارة يسرى العلوي. التأليف الدرامي يسرى العلوي، بسمة الخاطري، مهند العاقوس. المراجعة التاريخية يونس النعماني. التحرير اللغوي إبراهيم الرمحي. التدقيق اللغوي محمد الصيفي. الممثلون رشا البلوشي، هلال الهلالي، وعصام الزجالي. الإخراج حمد بن عامر الوردي.